ينضم إلينا في الاستوديو مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك بسكاي نيوز عربية. أولا ياريت بتخبرنا وبتعرف لو سمحت شو هو القمر الدامي؟ تمام. الآن القمر وقت الخسوف، يعني جرى الفكر والانطباع أن القمر يختفي بالكامل وقت الخسوف، لأن الخسوف هو دخول القمر في ظل الأرض، يعني القمر يكون بدر يدخل القمر في ظل الأرض فتختفي عنه أشعة الشمس ولا نعود نراه. ولكن في الحقيقة القمر وقت الخسوف لا يختفي بالكامل. حواف الأرض، الغلاف الجوي اللي على حواف الأرض، تقوم بكسر أشعة الشمس وتوجيهها نحو القمر، وبالتالي يكتسي القمر بألوان تتراوح ما بين الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر أو البني. هذا طبعا يعتمد على صفاء الغلاف الجوي، ولذلك هناك تجارب علمية وهناك اهتمام عالمي دائما بظاهرة الخسوف، لأنه من خلال لون القمر وقت الخسوف هذا يعطي انطباع على صفاء الغلاف الجوي وكمية تلوثه. إذا كان الغلاف الجوي نقي يكون القمر وقت انتصاف الخسوف لونه أصفر إلى برتقالي. إذا كان عادي بتلوث بسيط يكون أحمر. إذا كان هناك تلوث كبير في الغلاف الجوي كما حصل في الخسوف اللي حصل بعد انفجار أحد البراكين، اختفى القمر بالكامل، وهذا طبعا نادر جدا أن يختفي القمر بالكامل، ولذلك يسمى القمر الدامي لأنه يكون لونه ما بين برتقالي إلى أحمر. نعم. طب فيك تحدثنا عن سبب طول الفارق الزمني في الخسوف يعني بهذه الظواهر؟ نعم. حقيقة هذا الخسوف اللي جعله أطول خسوف في القرن، مدته ساعة و43 خسوف كلي، احنا فقط نتحدث عن الكل، الجزء كما تفضلتم 4 ساعات، الخسوف بأكمله 6 ساعات. اللي يجعل الخسوف او يعني اختلاف مدة الخسوف من واحد الى اخر، اولا مسار القمر في ظل الارض. اذا القمر جاء في طرف ظل الارض حيكون طبعا مدة اختفائه قصيرة، هذا سيمر في المنتصف، فبالتالي هو اكبر مكان، سيمر في اكبر مكان في ظل الارض، هذا اولا. ثانيا القمر في الاوج، يعني القمر ابعد ما يمكن عن الارض، وبالتالي هو اصغر ما يمكن لأنه صغير ستطول مدة الخسوف. ثالثا لأنه في أبعد نقطة من الأرض، هذا يجعل مساره حول الأرض بطيء، وبالتالي أيضا هذا سيؤدي إلى أن يكون الخسوف يعني هو أطول خسوف، لهذه الأسباب جميعا مجتمعة معا يعني. كورنيش أبو ظبي، إذ ينظم مركز الفلك الدولي رصدا عاما لظاهرة الخسوف الكلي للقمر والعديد من الكواكب. هذه الظاهرة التي تعد الأطول من نوعها في القرن 21، والتي ستستمر لمدة 42 دقيقة و57 ثانية تقريبا. للحديث أكثر عن هذه الظاهرة الفلكية ينضم معي الأستاذ محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي. حياك الله معنا أستاذ. أهلا وسهلا. يا هلا. لو تحدثنا أكثر عن هذه الظاهرة والمميز فيها. طبعا ما يميز ظاهرة اليوم هي خسوف كلي للقمر. خسوف الكلي للقمر يحدث عندما تأتي الأرض في المنتصف ما بين الشمس والقمر، فتحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر فيختفي. اللي يميز هذا الحدث أنه هو أطول خسوف كلي في القرن بأكمله، مدة الخسوف حتكون ساعة و43 دقيقة، هذا فقط مدة الخسوف الكلي، طبعا الجزئي يصل إلى أكثر من ذلك، إلى 4 ساعات تقريبا. هل من المتوقع أن هذه الظاهرة تتكرر خلال هالقرن هذا؟ نعم، هو بشكل عام يحدث خسوف للقمر يعني مرة أو مرتين في السنة الواحدة، ولكن مثل هذا الخسوف أن يكون بهذا الطول هذا شيء نادر جدا أن يتكرر بمثل هذه المدة الطويلة. هناك أيضا أحداث فلكية أخرى سوف تحدث اليوم، ما هي أبرزها؟ يعني أهم ما يميز اليوم أن العديد من الكواكب موجودة في السماء. بمجرد غروب الشمس اليوم رصدنا كوكب الزهرة وما زال موجود في جهة الغرب، بعدها إن شاء الله، والآن بعض التلسكوبات موجهة على كوكب المشتري، أيضا كوكب زحل موجود سنوجه عليه التلسكوب كمان قليل، بعد قليل إن شاء الله. ما يميز هذا اليوم أن اليوم هو أقرب يوم للمريخ. المريخ هذه الأسبوع هو أقرب أسبوع إلى الأرض، سيكون على بعد 58 مليون كيلومتر. هذا الحدث لم يتكرر منذ عام 2003، يعني هذا أقرب نقطة للمريخ إلى الأرض منذ 15 عام. هذا يسمح لنا حتى اليوم بالتلسكوبات العادية رؤية الأقطاب الجليدية على كوكب المريخ، وهذا نادر ما يمكن أن يعني يسنح للهواة والمهتمين. أستاذ محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، كنت معنا في علوم الدار، شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه النبذة عن الحدث.
هذا الترتيب وهذا الطموح لدولة عربية، ولكن أيضا نحن نلهم ليس فقط يعني دولة الإمارات وإنما يعني الدول العربية. نحمل اليوم من خلال يعني منطقة عربي لدعم الأنشطة القضائية على مستوى الوطن العربي، بما يعيد لهذه الأمة ولهذه المنطقة أمجادها في الماضي. كانوا العلماء العرب في يوم من الأيام في الصدارة في مجال البلد. هذا احنا نتحدث فقط عن الخسوف الكلي، مدته ستكون ساعة وثلاثة واربعين دقيقة. طبعا اقصر كسوف او اقصر خسوف للقمر حدث في هذا القرن كان يوم 4/4/2015، كان مدة الخسوف الكلي فقط خمس دقائق. احنا يعني مقارنة ما بين اللي حدث قبل كم سنة خمس دقائق، اليوم عندنا يا ساعة وثلاثة واربعين دقيقة. طبعا الخسوف دائما يحدث بالقمر في طور البدر، انتم لاحظين القمر بدر، واصلا الخسوف لا يمكن ان يحدث الا أحييكم اليوم من عاصمتنا العزيزة والغالية علينا أبو ظبي، وبالتحديد في منطقة الكورنيش. المنطقة هذه اليوم أعزائي المشاهدين تعج بالحيوية والنشاط، هناك الآلاف من الزوار والمئات من هواة التصوير قدموا إلى هذه المنطقة ليشاهدوا هذه الظاهرة عن قرب. طبعا كذلك قام مركز الفلك الدولي وبالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء بالعديد من الأنشطة والفعاليات. أعزائي المشاهدين انظروا خلفي الآن، هناك طابور يمتد إلى عشرات الأمتار، تخيلوا يعني شوفوا الأجواء اللي أنا عايشينها الآن، طابور يمتد إلى عشرات الأمتار، يعني الرجل والزوج وزوجته والأبناء والأطفال، صراحة الأجواء هنا جدا رائعة وحماسية. أرحب معكم الآن بمحمد عودة مدير المركز الفلك الدولي في أبوظبي، حياك الله. أهلا وسهلا. يا هلا أخوي، شو هاي الأجواء الحماسية؟ ما شاء الله تنظيمكم رائع والأنشطة ما شاء الله، يعني الجمهور كبير والكل هنا فرحان وبالذات الأطفال والعوائل. صحيح والله، في الحقيقة يعني تفاعل الناس فاق التوقعات ما شاء الله، يعني الساحة ممتلئة، المحاضرة التي كانت قبل قليل حضرها عدد كبير. طبعا هي ظاهرة مميزة بطبيعة الحال، من المعروف أن خسوف القمر من الظواهر الفلكية الهامة التي يتابعها عامة الناس. أن تشهد منطقتنا خسوف كلي بكامله من أوله إلى آخره هذا شيء لا يتكرر كثيرا، يعني صحيح أن الخسوف يحدث كل سنة مرة مرتين، ولكن أن تشهد المنطقة خسوف كلي بالكامل من أوله إلى آخره هذا شيء لا يتكرر كثيرا. ما يميز هذا الخسوف أكثر أن هذا أطول خسوف كلي في هذا القرن، من 2001 إلى 2100 هذا القرن، هذا أطول خسوف كلي نشهده الآن في هذه اللحظات. مدة الخسوف الكلي هي ساعة وثلاثة وأربعين دقيقة، هذا رقم كبير. طبعا إحنا بدأنا قبل قليل ببث مباشر لعملية الخسوف عبر الكاميرا المتصلة على التلسكوب، وبث مباشر على قناة اليوتيوب لمركز الفلك الدولي. أي شخص يعني ما أسعفه الوقت أو الإمكانية أنه يتوفر ويتواجد معنا الآن في كورنيش أبو ظبي، بإمكانه أن يتابع هذا الخسوف مباشرة على قناة مركز الفلك الدولي على اليوتيوب. يشار إلى أن يعني الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات متميزة، لدرجة أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا طلبت منا نقل بث هذا البث المباشر لعملية الخسوف، وبالفعل نقوم الآن البث المباشر الذي ينقل على اليوتيوب، أيضا تأخذه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لنشره على مواقعها المختلفة وموقعها موقع ناسا لبث الخسوف كما يشاهد من مدينة أبو ظبي. طبعا إحنا الآن الساعة 11:15 تقريبا، الخسوف الكلي سيبدأ بعد حوالي ربع ساعة، الساعة 11:30 سيبدأ الخسوف الكلي. نلاحظ أن ابتداء من الآن من قبل فقط ثلاث دقائق تقريبا بدأ القمر بالتلون، وهذا يعني معروف أن أثناء الخسوف الكلي يميل لون القمر إلى اللون الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، ولا يختفي تماما لأن الغلاف الجوي يكسر أشعة الشمس ويوجهها نحو القمر. الآن من حوالي يعني بضع دقائق قليلة بدأ القمر بالتلون. الآن إذا يعني الذي ينظر إلى القمر يلاحظ أن هناك لون يعني ما بين نحاسي يضرب على القمر، بعد قليل إن شاء الله ستزداد هذه الإضاءة
الضوئية، نتوقع أن يكون لون القمر وقت اكتمال الخسوف الكلي ما بين أصفر إلى برتقالي نوعا ما، لأنه من المتوقع أن يكون الغلاف الجوي نقي.